أعلن نادي المعجبين فيبار يوم العاشر من يونيو أنهم اشتروا بشكل مشترك أكثر من 169 ألف نسخة من ألبوم بي تي إس الجديد بروف في اليوم الأول من صدوره، وبذلك فيبار هم المشتري رقم واحد لألبوم بروف الذي كلفهم أكثر من 4.5 مليار ون كوري من أجل الألبوم، وهذا السجل هو أكبر كمية تم بيعها من الألبوم في اليوم الأول من إصدار الألبوم في الصين. طلبت فيبار كمية هائلة من الألبوم بنسبة 40% من إجمالي مبيعات محبي بي تي إس في الصين، وبفضل هذا الدعم الضخم حققت فرقة بي تي إس 2.1 مليون نسخة تم بيعها في اليوم الأول فقط من تاريخ إصدار الألبوم. يظهر دائما نادي فيبار قوته المدهشة من حيث المال وقوة المعجبين، فعندما أصدرت فرقة بي تي إس ألبوم ماب أوف ذا سول في عام 2020 قام نادي فيبار بشراء 230 ألف نسخة، محققا أول رقم قياسي باعتبارهم المشتري رقم واحد دائما بين نوادي المعجبين الفردية ليس فقط في فرقة بي تي إس ولكن على مستوى الكيبوب. على وجه الخصوص لفت هذا النادي انتباه وسائل الإعلام الأجنبية حينما استطاع الاحتفال بعيد ميلاد العضو في مبنى برج خليفة في دبي أطول مبنى في العالم لمدة عامين متتاليين. في إخبار أخرى، أخيرا تم إطلاق فيلم بروكر ويمكن للجميع مشاهدته ابتداء من يوم 8 من يونيو في جميع بلدان العالم. ووفقا لنظام معلومات شباك التذاكر الكوري التابع لمجلس الأفلام الكوري، كان فيلم بروكر عمل ناجح للغاية لدرجة أنه تفوق على فيلم ذا راوند أب الذي احتفظ بالمركز الأول في شباك التذاكر واحتل المرتبة الأولى من حيث الحجز المسبق. ويصور الفيلم رحلة خاصة وغير متوقعة لمجموعة من الآباء يشتركون في خدمة صندوق الأطفال، ويحتوي الفيلم على رسالة عميقة حول عمليات الإجهاض وهجر الأطفال. وأظهر معظم المشاهدين الذين شاهدوا بروكر بسرعة رضاهم الكبير عن الفيلم من خلال إعطائه 10 نجوم، وقد أشادوا أيضا بمهارات تمثيل أي وجميع طاقم التمثيل، حيث قال مستخدمي الإنترنت تفاجئنا كثيرا بتمثيل أي الذي كان مختلفا تماما عن الواقع، بالإضافة إلى الحبكة الدرامية القوية والمشاعر التي تمص القلب، نريد من الجميع أن يشاهدوا الفيلم في جميع أنحاء العالم. بينما قال البعض الآخر أن الحبكة الدرامية كانت مملة بعض الشيء، ولكن بشكل عام معظم الجمهور قدموا استطلاعا إيجابي. وفي النهاية استطاع فيلم بروكر الوصول إلى مهرجان كان السينمائي والحصول على جائزته. في إخبار أخرى، كان الأسبوع الماضي مليء بالأوقات السعيدة من أجل محبي بلاك بينك، حيث سافرت كل من روزي وليسا إلى الخارج لحضور أنشطتهم الخاصة. سافرت ليسا إلى باريس عاصمة الموضة وحضرت حدث بيفل جاري، بينما سافرت روزي إلى لندن لحضور معرض تيفاني أنكو. وقد ظهرت النجمتين بمظهر يشبه أميرات ديزني، وبعد الانتهاء من الجداول الزمني الخارجي عادت ليسا إلى كوريا الجنوبية يوم 9 من يونيو، والآن وفقا لمصدر حصري حجزت روزي أيضا تذكرة العودة إلى كوريا الجنوبية اليوم. وفي نفس الوقت ذهبت كل من ليسا وجيسو مؤخرا إلى موعد عشاء مع توين عضو بيك بانج. كذلك حضرت جيسو بالأمس حفل فرقة كوزميك جيرل، وأثناء عودة جيسو من الحفل التقت بالمعجبين وأعطتهم تحديثات عن حالتها الصحية، حيث قالت لا تزال تؤلمني ساقي. ففي وقت سابق من مقابلة جيسو الحصرية مع مجلة رولينج ستون كشفت أن ساقها قد أصيبت في أواخر شهر إبريل الماضي، وقد تحملت الأمر سرا أثناء التسجيل من أجل عودة بلاك بينك، ولكن عندما أصبح الأمر مؤلما للغاية كان عليها الذهاب للمشفى والخضوع للأشعة الصينية. ولحسن الحظ على الرغم من أن ساقها لا تزال تؤلمها إلا أنها تتعافى ببطء. يأمل جميع البلينك أن تتعافى جيسو تماما قبل ممارسة رقصات عودة مجموعة بلاك بينك. في هذه الأثناء يوم 22 من يونيو تستعد مجلة دبليو كوريا لإصدار غلافها القادم لعدد يوليو 2022 مع نجمة شانل العضو جيني. وفي المقطع الدعائي بدت جيني مذهلة وهي تعرض مجموعة شانل لعام 2021 و2022 مع شعرها الطويل ما يبرز جمالها أكثر، ويقال أن المكياج من صنع جيني نفسها في جلسة التصوير هذه. ووفقا لمصدر حصري حجزت جيني بالأمس تذكرة الطيران إلى لوس أنجلوس، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد الرحلة بعد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.